إنجازاته وعطاءاته، صاحبتها اختيارات من الكويت إلى الشرق الأوسط في أرقى المنظمات. مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا خبر اختيار الغواص الكويتي الشاب فيصل الموسوي ممثلا لمنظمة هانديكاب انترناشونال العالمية في الشرق الأوسط، وهي أكبر المنظمات العالمية المتخصصة بذوي الإعاقة. فبمشاعر الفخر المستخدمون تفاعلوا مع الخبر الذي نشره الغواص الموسوي عبر حساباته الإلكترونية، مقدمين له التهاني والتبريكات، مشيدين بدوره البارز في مجال الغوص والتدريب والتنمية البشرية، واصفينه بأنه صاحب إصرار وعزيمة وقدوة للشباب ومثال للروح الإيجابية. دعينا الله له عز وجل بالتوفيق وأن يعينه على حمل الأمانة.